هذا الحين احنا في نقطة موقع الجاذبية، انعدام الجاذبية او عكس الجاذبية. شوف هذه النزلة زين. الحين مدام بتفضي طالعين، خشوف السيارة وين تروح. يلا واحد اثنين ثلاثة. السيارة تروح مني، السيارة على الان الحين. بدال لا تنزل صعدت ويا الان. طبعا انا مجربها من قبل بس مسوي دقة بالمدام. زين عشان الخص لكم الفكرة، هو فيها خدعة بصرية وفعلا مو نزلة هذه، لكن شكل الجبال المايلة ورا تحسس الواحد بأن هذا. احنا حاليا في جبل سمحان، هذا مطل جبل سمحان، وهذه مدينة مرباط، هذه على البحر. الحين مع الظلمة ما يبين المنظر عدل، لكن هذه المدينة وهذا الجبل. طبعا لأن الوقت الحين بدأ يظلم بعد المغرب. ارتفاعنا 1300 متر، هذه احنا على الكلف الحين، ودرجة الحرارة 23، تحت كان درجة الحرارة 29، لكن المنظر عجيب خيالي صراحة. جبل سمحان جبل معروف من أهم جبال ظفار. صباح الخير، حياكم الله من سولي لوج او منتجع خور سولي في منطقة طاقة. هذه المنطقة قريبة من صلالة على بعد نص ساعة. اليوم احنا المنتجع عبارة عن اكواخ خشبية من باب التغيير، يعني اكتشفت وجود كواخ خشبية في ظفار، كنا فرصة نجرب. وصلنا أمس بالليل وحاولت أصور لكن ما ضبط التصوير، فالحين الغرفة من داخل شوي حوسة، يمكن ما أقدر أصور لكم، أحاول اللي أقدر عليه، لكن بوريكم المنتجع هذا البحر. الحين ما خذيت جولة بالمكان، لكن بشكل عام هذا المطعم بعد شوي راح تريق فيه. هذه الغرف يقولون عندهم 21 غرفة بس، ويعتبر هذا منتجع يعني إيكولوجي، على قولتهم اللي يعتمد على المصادر الطبيعية في الطاقة وكذا، ويعني حريصين فيه على البيئة. فكنا اعتقد ان الكهرباء تنتج عندهم عن طريق الطاقة الشمسية. هذه بلكونتنا، والله الوضع جيد، لكن تفاجأت امس ان في بق عود، مو بق اللي مال صلالة اللي مال الخريف، لا بق عادي اللي نفس اللي عندنا، فنوعا ما اذانا، لكن الجو ممتاز. هذه جولة سريعة داخل الغرفة اللي اقدر اصوره. طبعا هذه دورة المياه، صراحة نظيفة مرتبة جيدة، لكن شوفوا الشاور وين فيه، شاور خارجي نفس الفندق اللي قبله.
تجربة حلوة، لكن الفاير كان برد الصبح مساء، ف يصير برد هنا، لكن هم بعد فكرته حلوة. شور هذه شلالات ناطف على طريق ظفار الساحل. شوف الشلال. هذا احنا قربنا من شويمية، هذا شاطئ شويمية. حاليا بشويمية، وهذا هني شاليه الشيخ صباح الله يرحمه بشويمية، معروف كان هي المنطقة الحداقة الله يرحمه، منطقة مميزة الصراحة، بحرها عجيب.
معروف انه محادقه ممتازه. هذا احد اقرب من هسه انا ما ادري. هذه المسنه متصله بالشاليه. طريق الشاليه حتى يعني اهل المنطقه كلهم يقدرون يستخدمون المسنه. لاحظوا ان الشاليه مو على البحر. هذه شويمية معروفة حق الحداقة الكويتيين، وايد حداقة كويتيين يونان. هذا المدخل الرئيسي للشاليه الشيخ صباح الله يرحمه في شويمية. شوف شلون بعيد على البحر نسبيا طبعا. صباح الخير من مدينة الدقم. هذه مدينة الدقم اللي ما يعرفها مدينة عبارة عن ميناء استراتيجي مهم من أهم المواني اللي قاعد تشتغل عليها عمان، راح يصير من أهم المواني منطقة الخليج إن شاء الله. المدينة ما شاء الله قاعد تزدهر سنة عن سنة. عموما احنا مارين على المرور متجهين الى عبر ان شاء الله عشان منها نطلع الى الفجيرة. طبعا هذا فندق كرام بلازا، البلكونة والاجواء حلوة الصراحة. حياكم الله ويانا، نبيكم تشوفون هالمكان، شاركونا هالمكان العجيب. شوفوا المكان هذا كهف في منطقة الخروف. هني لازم ازحف، ما اقدر امشي. شوفوا هذا المكان، هذا الكهف خلوف في منطقة خلوف جنب القرية. هيج سبحان الله، شيء غريب.